نعم فضيلة، فعلتها نانسي بيلوسي وحطت في مطار تايبي رغم التحذيرات الصينية التي بلغت حد التهديد باعتراض الطائرة التي كانت تقلها في حال دخلت الأجواء الجوية التايوانية. طائرة نانسي بيلوسي لم تدخل فقط الأجواء التايوانية وإنما حطت فعلا في مطار تايبي وستمضي في الزيارة التي كانت مجدولة وحتى التسريبات التي صدرت بلقائها رئيس تايواني وأيضا عدد من النواب التايوانيين في رسالة قوية للدعم الأمريكي لتايوان. هناك دعم أيضا كبير لما تقوم به نانسي بيلوسي أو لما قامت فيه فعلا بزيارتها لتايبي من قبل زملائها في الحزبين الديمقراطي والجمهوري. لكن في إشارة أيضا هناك إلى أن هذه الزيارة نانسي بيلوسي لم تقم فقط بمجرد يعني التوجه إلى تايبي بمعزل عن القرار الرسمي الأمريكي من قبل البيت الأبيض والإدارة الأمريكية. هناك بعض الحديث عن تنسيق بين البيت الأبيض وبين الرئيس الأمريكي وبين نانسي بيلوسي، هو طبعا غير مؤكد ولن يخرج بهذا الشكل إلى العلن، لكن يقال بأنه لم تكن نانسي بيلوسي لتقوم بهذه الزيارة التي تصفها الصين بالاستفزازية والتي حتى بعض من الضيوف قالوا بأنها ستجر الويلات على الاقتصاد الأمريكي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هناك نوع من المبالغات. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قالتها بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي كلما قامت الصين بأي رد فعل ليس فقط تجاه نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها، وإنما أيضا تجاه تايوان في حال قامت بأي خطوة كرد فعل على هذه الزيارة. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا سترد بإجراءات أخرى، لم تحدد إما كانت عقوبات وما الذي يمكن أن تقوم به. لكن نانسي بيلوسي فعلا كسرت جمود طال 25 عاما عن آخر زيارة قام بها أرفع مسؤول أمريكي إلى جزيرة تايوان التي تحظى بالحكم الذاتي.